أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. قداس احتفالي لراهبات الوردية احتفالاً بعيد العذراء سيدة الوردية. انطلاق مشروع تحسين معيشة الإخوة العراقيين والأردنيين في مادبا. افتتاح المقر الدائم للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك. الراهبات الكمبونيات يحتفلن بعيد مؤسسهن. أهلا بكم. أقيم في كنيسة كلية راهبات الوردية الشميساني بعمان قداس إلهي ترأسه الأب حنا كلداني، وبحضور السفير البابوي في الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، احتفالا بعيد العذراء سيدة الوردية. التفاصيل في التقرير التالي. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في 27 أغسطس من كل عام بعيد العذراء سيدة الوردية، حيث احتفلت راهبات الوردية المقدسة بهذه المناسبة بقداس إلهي ترأسه قدس الأب حنا كلداني راعي كنيسة شهداء الأردن، بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المونسنيور روبرتو كونا، وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة، والمستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية الأخت مادلين دبابنا، ومديرة كلية راهبات الوردية في شميساني الأخت ميشلين معلوف، وجمع من راهبات الوردية في الأردن وعدد كبير من المؤمنين. وتحدث الأب كلداني في عطته عن سر الوردية، ومهنئا راهبات الوردية، ومبديا شكره لجميع الحاضرين. كم نحن نتعلم من كنا ومن مثال كنا ومن صلاة كنا، هذه رسالة الوردية. ولكن حتى يبقى هذا الجمال وهذا السلام وهذه الروعة الوردية حتى تبقى، يجب أن تغذى بذات الروح، بذات الروح وذات العقلية التي تكلمت فيها العذراء مع الرأية الأولى التي هي ماري ألفونسين. أن نبقى على خط ماري ألفونسين وعلى نهج حياة ماري ألفونسين. نسأل الله أن الحياة العامة التي صارت معقدة، وهذا واقع ما فينا ننكره، أن نحافظ على بساطتنا، نحافظ على تواضعنا، نحافظ على صلاتنا الخفية. هي كانت الكاتمة لسر العذراء، والعذراء هي أيضا كانت كاتمة لسر المسيح. ما نقرأ بالإنجيل ولا بالتراث المسيحي أي مرة العذراء تفاخرت إنها أم المسيح، أو خاطبها الملاك، أو إنها كذا وكذا. ننظر إلى هذا التواضع المريمي، إلى هذه الصلاة المريمية، ننظر إلى هذا الوجه المريمي المشرق ماري ألفونسين ونتمثل فيه. بركات هذا العيد علينا جميعا وعلى جميع مشاهدي هذا القداس عبر المحطات وعبر الأثير، آمين. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب على نية كل من يصلي الوردية ومن أجل كل الراهبات في كل مكان. وشكرت الأخت معلوف في كلمتها الحاضرين لتكريم الوردية في عيدها، فالوردية هي الأم في الكنيسة التي تقوى بارتباط أبنائها بها. في عيدك نناديك معا، نناديك مريم، يا قيثارة الآب، يا سيمفونية الإبن، يا لحنا سماويا عذبا تطرب له الأذن. نستودعك مشاريعنا ومؤسساتنا، ونطلب منك رعاية كاملة لراهباتنا ومبتدئاتنا وهذا الحضور. أنعمي عليه براحة البال، سهلي أمره، وعززي ثقته بنفسه. أختم دعائي بالشكر الجزيل لراعي حفلنا
الأب الدكتور حنا كلداني، ولكورال الوردية أقول: أنتم درة على جبين الكلية، ولخدام الهيكل أنتم رسل المحبة، ولبناتنا من جميع المراحل أنتن سند الوردية، ولخدام الهيكل أنتم الملائكة على الأرض. وللجميع من أهل وأصدقاء وهيئة تدريسية وإدارية وعمل وفنيين وملحنين ومنشدين أقول: أنتم قلب الوردية، لكم منا عميق الشكر ووافر المحبة، وكل عام والوردية وأنتم بألف خير. وفي ختام القداس عبر المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن عن عمق فرحه بالمشاركة بعيد سيدة الوردية، متمنيا لراهبات الوردية المزيد من التقدم والدعوات الرهبانية، مانحا المؤمنين البركة الختامية. أقامت شبيبة القديس بطرس للروم الأرثوذكس في الصوفية لقاءها السنوي الخامس، والذي ضم العديد من شبيبات الروم الأرثوذكس في المملكة، حيث جاء هذا العام تحت عنوان هلأ لوين. وشمل اللقاء الذي أقيم في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية على العديد من الفقرات الثقافية والتوعوية والترفيهية، وعرض فيلم قصير عن حياة الشبيبة خلال السنين الماضية، كما اشتمل أيضا على محاضرة روحية قدمها الإرش مدريد خريستوفوروس عطلة، الأب الروحي لدير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، جاءت بعنوان الملجأ، داعيا فيها الأب عطلة جميع الشباب إلى التعمق بحياتهم الروحية، وأن يكون الله دائما ملجأهم الوحيد. وفي كلمة للدكتور إحسان حمارنة رئيس جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، شكر فيها القائمين على هذا اللقاء، وتحدث عدد من الأباء الكهنة والمسؤولين والمشاركين لنورسات الأردن عن المعاني الروحية والتوعوية لمثل هذه اللقاءات. في حوارنا مع الشباب هي دعوة للشباب حتى يتصور المسيح في نفوسهم في قلوبهم، ويقدروا يكونوا نور للمسيح في العالم، في عالم اللي كتير الظلام عماله بنتشر فيه. عشان هيك الشباب هم الأمل للمستقبل، عشان هيك كمان اليوم عنوان المحاضرة هو الملجأ، والملجأ هي الكنيسة وأسرارها وحياة الكنيسة، وهي هي التعزية للإنسان المعاصر. الشبيبة هم ركيزة المجتمع، وإحنا ككنيسة لما بيكونوا فيها شبيبة ناس واعيين عارفين اللي إلهم، عارفين اللي عليهم، عارفين كيف يكونوا أعضاء حية في جسد المسيح، كيف يستطيعوا إنهم يكونوا مؤثرين في الآخرين. لأنه بتعرف إحنا عايشين في مجتمع وعلينا رسالة، فينا رسالة في المجتمع، رسالة في كنيستنا. كيف أنا بكون عضو حي في كنيسة المسيح؟ كيف أنا بكون نور على منارة؟ كيف أنا بكون رائحة المسيح الزكية؟ مطلوب مني أني أعيش بحسب مشيئة الله. بهم وجود أولادنا يكبروا داخل الكنيسة حتى ينشأوا عائلات من ضمن الكنيسة، حتى يصبح البيت كنيسة مصغرة. فنحن دعوتنا كشبيبة وكمان دارس أحد وككشافات تابعة للكنيسة إنشاء كنيسة عائلة مسيحية من الكنيسة الأرثوذكسية. هذا تساؤل هلأ لوين أنا بتساءله كل يوم. الإنسان المسيحي بدور حتى يوصل للملكوت، الملكوت حتى أقدر أوصل له لازم يكون عبر الملجأ اللي هو الكنيسة. هالكنيسة في أسرارها، في الأب الروحي، في الفضائل، في الكتاب المقدس، هي الطريق الوحيد اللي راح يوصلنا بالآخر للحياة الأبدية، وحتى نكون دائما مع يسوع زي ما بقول بولس الرسول. أشكر كل من قام وكل من عمل وكل من قدم وكل من سوى من شبيبة القديس بطرس، بتمنى لهم دائم تقدم والنجاح، وإن شاء الله لسنوات قادمة أنجح وأنجح، وإن شاء الله إنه اليوم بلشنا ب100، السنة الجاية نكون ب200، وبعديها نبلش لأرقام وأعداد، ونضم أكبر قدر ممكن من المسيحيين الموجودين، أطفال شباب كبار بالعمر، وإن شاء الله إنه نصير إيد واحدة ونصير قاعدة ثابتة، ونظل كلنا نخدم كنيسة واحدة ونخدم مبدأ واحد. بلشنا بالتفكير إنه قعدنا مع بعض وصرنا نحكي عن المشاكل اليومية اللي بتواجهنا، وكل واحد صار يحكي كيف ممكن بيعالجها، كيف بتوقف بطريقه، كيف عم بتأثر على حياته، وحبينا نشاركها مع الموجودين
من شاب لشاب، من صبية لصبية. جينا هون عشان نستفيد كم من كلمة وعشان نتعلم ونتعرف على بعض يعني. كتير اشي حلو، بنفكر انه نيجي بالسنين الجاي. كتير كان في اشياء نستفيد منها. كان في عبارة عن 7 ألعاب، الألعاب هاي كل اشي في ممكن نوت صغيرة انت تاخدها لحياتك قدام. بعد إعلان انطلاقته الأولى في شهر آب الماضي، احتفل أعضاء المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك بتأسيس مكتبهم الدائم لنشاطات المجلس وفعالياته، والذي سيكون في منطقة مرج الحمام بعمان. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحت رعاية النائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت، نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب التابع لمطرانية الروم الكاثوليك لقاء تنشئة رعوي لمنسقي شبيبات المملكة بعنوان كونوا لي شهودا. وشارك في اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس بمرج الحمام عدد كبير من شبيبات المملكة في أم السماق وماركة وإربد والحصن والمفرق والعقبة والفحيص والسماكية ومرج الحمام وجبل الحسين. وتخلل اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز الانتماء الروحي الرعوي للشبيبة تقديم العديد من الفقرات الترفيهية والنشاطات الروحية المتنوعة. من جهته أشاد المرشد الروحي للمجلس الأب مودي هنديلي بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية التي تعزز القيم الروحية لدى الشبيبة الرعوية. نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب برنامج لقاء تنشئة أول لمسؤولي شبيبات المملكة، وكان تحت عنوان كونوا لي شهوداً. وأخذنا اليوم شعار الآية توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك، بسفر الأمثال الفصل الثالث. وهاللقاء جمع معظم مسؤولي شبيبات المملكة من الشمال من الجنوب، وتضمن هاللقاء محاضرات تنشئة، حلقات نقاش، وأيضا صمت وتأمل واعترافات، وكان ختامه في القداس الإلهي. وبدورنا إحنا إن شاء الله دائما منحب نلتقي مع أبنائنا أعضاء الشبيب الكرام حتى يكون لهم دور فعال وحيوي في كنيستهم. وبنشكر نور سات هالقناة الرائدة في مواكبة كل أحداثنا وكل نشاطاتنا في المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب. كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل، فدائما إحنا بهمنا أنه نقدر نضلنا نشحن هدول الشباب لحتى يقدروا يضلهم يشتغلوا بشبيبتهم ويضلهم أوايا بشبيباتهم وبكنيستهم. على صعيد متصل، احتفل المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك بافتتاح المقر الدائم لهم في منطقة مرج الحمام، حيث ابتدأ الاحتفال بقداس إلهي ترأسه المطران إيلي حداد المدبر الأبراشي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، بحضور عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجموع المؤمنين. وتحدث المطران حداد في عظة القداس عن دور الشباب في خدمة الكنيسة، مبينا أن الكنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل. جميل أن يكون بيننا شبان وشابات يعطون وقتهم قناعاتهم طاقاتهم للكنيسة للأبرشية، وهذا مدعاة افتخار لنا، فهنيئا لنا بكم يا شبانا وشباتنا، إنكم فعلا فخر الأبرشية. أود في هذه الذبيحة أيضا أن أشكر النورسات سيدة باسمة على كل ما تقدمونه، وإني أرى التلفزيون في لبنان يتهافت دائما على أخبار الأردن، وأنا رسولكم في لبنان وأنتم رسلي في الأردن، وهذا ما كل مرة لبناني بده يشوف التلفزيون وقداس من الأردن أو حدث من الأردن بيجوا بخبروني، وكأني أردني أفتخر أني أريد أن أكون أردني.
وقدم أعضاء المجلس الطلبات ورفعوا التقادم إلى مذبح الرب على نية الرعاية وأعمالهم ونشاطاتهم في المجلس لخدمة الكنيسة دائما. وبعد ختام القداس الإلهي توجه المطران حداد والأباء الكهنة وجموع الحاضرين لافتتاح المقر ومباركته وتكريسه برش الماء والصلاة فيه. ثم التأم الجميع في قاعة الكنيسة حيث ألقى المرشد الروحي للمجلس الأب هنديلي كلمة شكر فيها المطران إيلي حداد والأب جورج شرايحة على جهودهما في خدمة الرعية. وفي ختام الاحتفال شكر سيادة المطران حداد الشباب وكاهن الرعية على نشاطهم الدائم، كما خص بالشكر مكتب فضائية نورسات في الأردن على جهودهم التي يبذلونها. والتقى بعد ذلك أعضاء المجلس وسيدات الأخوية والشبيبة وكافة أبناء الرعية. افتتح في كنيسة ميلاد السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في مادبا مشروع تحسين استراتيجيات التكييف المعيشي لصالح المهجرين العراقيين والأفراد الأردنيين ممن يعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة. المزيد في التقرير التالي. بدعم من السفارة الفرنسية في عمان وجمعية الكاريتاس الأردنية وبالشراكة مع مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك افتتح في كنيسة ميلاد السيدة للروم الملكيين الكاثوليك في محافظة مادبا مشروع تحسين استراتيجيات التكييف المعيشي لصالح المهجرين العراقيين والأفراد الأردنيين ممن يعانون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة. الافتتاح الذي استهل بالسلام الملكي الأردني والنشيد الوطني الفرنسي تضمن كلمة للمطران إيلي بشارة الحداد المدبر الأبرشي على الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، قال فيها: لحظة تاريخية نكتبها اليوم في مادبا مدينة التاريخ والأثار، خدمة للإنسان وللكرامة والبشرية. شكرا لكاريتاس، شكرا لفرنسا، شكرا لسفارة الفاتيكان، شكرا للسيد وائل ولسعادة السفير سون إكسيلانس مسيو دافيد. أتوقف عند هذه المبادرة لأحيي كاهن رعية مادبا الأب معين الحلو الذي سهل الخطوة وكان المتحدث باسمنا والذي نقل بأمانة حرص مطرانية الروم الكاثوليك على خدمة الإخوة وبناء الجماعة. جميل ما تحقق اليوم أيها الإخوة لأنه يرضي الله، فكل مرة نسقي أحد الإخوة كأس ماء بارد فالله قد سقينا، وإذا أحببنا الله ولم نحبب أخانا فنحن غير صادقين. من جانبه أكد السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح المشروع إلى أن القانون الفرنسي يركز على حقوق الإنسان وخاصة حرية الفكر والدين والمعتقد، مشيدا بالعمل المشترك بين حكومة بلاده وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب. وفي كلمة ألقاها مدير عام الكاريتاس وائل سليمان شكر فيها باسم الكنيسة الكاثوليكية في الأردن حكومة وشعب فرنسا الصديق ممثلا بسعادة السفير الفرنسي في عمان وطاقم السفارة، مؤكدا على حرص الأردن الدائم وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على ترسيخ أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. أود أن أقدم وباسم الكنيسة الكاثوليكية في الأردن كل الشكر والعرفان لسعادة سفير دولة فرنسا الصديقة، ومن خلال سعادته إلى الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الطيب الشكر كل الشكر على دعمهم الأخوي لإخوتنا المهجرين من العراق والمتواجدين على الأراضي الأردنية بمشاريع ريادية يستطيعوا من خلالها العيش بكرامة. نشكر اليوم جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين على محبته وتواضعه وسعة صدره وعطائه وعمله الدؤوب من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
طالبين من الله العلي القدير أن يرافقه ويعطيه القوة والنعمة لإتمام تلك المسيرة. وحضر حفل الافتتاح السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي والقائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المسنيور روبرتو كونا وسفيرة العراق لدى الأردن صفية سهيل ورئيس بلدية مادبا المحامي مصطفى المعايعة ومدير الشرطة السياحية في المحافظة الرائد فيصل الرواشدة وأفراد من الشرطة السياحية وجمع من كهنة الرعاية والرهبان ونواب المنطقة، وأحيى الاحتفال بأنشيد روحية جوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة. رح يا عروسة العروسة لا رأوم رب الكائنات والطغمة سماء. وفي نهاية الاحتفال تجول الحضور في مرافق الحديقة وأقسام المشروع كافة للاطلاع على إمكانيات المشروع وما يقدمه للأفراد من برامج، حيث يتضمن موقع المشروع الكائن في حديقة كنيسة الروم الكاثوليك في مادبا ورشات متعددة ليعمل المستفيدون من المشروع، ومنها الأشغال اليدوية وأعمال الفسيفساء والتي سيصار لاحقا إلى تسويقها في مدينة مادبا. ترأس المطران إلي حداد المدبر الأبرشي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق قداساً احتفالياً بتعيين ومباركة بول جوري خادماً للقربان المقدس بحضور عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجموع المؤمنين. وفي ختام القداس تلقى الخادم الجديد للقربان المقدس بول جوري مع سيادة المطران حداد والأباء الكهنة التهاني متمنين له خدمة مباركة في كنيسة الرب. طبعا الاخ بول عم بيدرس اللاهوت ويعني كانه هو من جسم الكنيسه نعتبره، ولكن باقي علماني منا رسامي، ولكن اخذ بركه الروح القدس وبركه الكنيسه حتى يكون قادر انه يحمل جسد الرب بنيه طيبه وبطهاره وباستعداد كامل. شرف لي أني أحمل هذا الرتبة وشرف لي بأني أحمل جسد الرب، وصلواتكم حتى الله يساعدني لهذه الرتبة. نظمت جمعية إيمان ونور نشاطاً روحياً وترفيهياً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين في مركز سيدة السلام. إلى المزيد. في جو يملأه الفرح والسرور والمحبة أقيم اللقاء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنظمه جمعية إيمان ونور بالأردن وبشكل دوري كل 3 أشهر للمشاركة بالذبيحة الإلهية في الشهر المكرس لقلب يسوع الأقدس. وفي بداية اللقاء شارك الحضور بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب شوقي بطريان راعي كنيسة الراعي الصالح، ومن ثم احتفلت كل الجماعات من عمان والهاشمي والزرقاء في قاعة الكنيسة، وبمشاركة أهلي وذوي الاحتياجات الخاصة وبحضور سيادة المطران سليم السايغ الذي دعا الشباب والشابات للاهتمام بهذه الفئة المحتاجة، حيث قال: إيمان ونور ليس مجرد شفقة إنسانية ولكنه إيمان مسيحي يجعلنا نرى يسوع في الإنسان المعاق الذي يحتاج إلى خدمتنا وإلى محبتنا. وأقول لكل الشباب والصبايا في عالمنا في الشرق الأوسط، إذا أردتم السلام، إذا أردتم الفرح الحقيقي، إذا أردتم السعادة، اهتموا بذوي الاحتياجات الخاصة وحاولوا أن تكونوا بقربهم، لأننا في واقع الحال نستمد منهم ونأخذ منهم أكثر مما نحن نعطيهم، يعطونا الفرح، يعطونا السعادة، يعطونا السلام. وفي لقاء مع رئيسة جمعية إيمان ونور بالأردن لينا المصري تحدثت لقناة نورسات عن أهمية هذه اللقاءات وانعكاساتها الإيجابية على ذوي الاحتياجات الخاصة. لقاءنا هذا كل تقريباً 3 أشهر بنلتقي مع سوا كل الجماعات بالأردن. لقاءنا رح يتضمن المشاركة بالذبيحة الإلهية بالبداية، واليوم زي ما أنتم عارفين أول جمعة من الشهر، الشهر المقدس لقلب يسوع الأقدس. ورح يكون بعدين عندنا نشاطنا اللي متعودين عليه نعمله دائما، اللي هي
مشاركة بالأغاني بالرقص بالمشاغل اليدوية، وبالنهاية اللقاء بنتشارك مع سوا بلقمة صغيرة بتعبر عن اندماجنا كلياتنا لعائلة. وأما السيدة سمر العزيزي وهي مشاركة وداعمة لهذه اللقاءات أشارت إلى الأثر المعنوي الذي ينعكس على ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى أولياء أمورهم أيضا من خلال اهتمام الجمعية بتنظيم اللقاءات الدورية. وكل الدعم وكل التقدير والاحترام ولإيمان ونور اللي قاموا بهذا الدور واللي إلهم دور كبير في رفع معنويات هاي الفئة المحتاجة من رفع معنوياتها. ما بتتخيل كيف بشوفهم مبسوطين مع بعض، بياكلوا مع بعض، على طبيعتهم بتصرفوا، وهذا الإشي محرومين منه هم في بيوتهم، بيجوا بيصلوا مع بعض، كل واحد بيصلي بطريقته، كل واحد بيحكي صلاة بطريقته. تخيل كيف ربنا بيشوف هالإشي هذا عند الأطفال، عند هالأطفال الكبار المحتاجين. فإن شاء الله أنه الله يقدرهم ويظلوا مستمرين بهذا النشاط، وإحنا داعمين لهم وكل المجتمع المسيحي داعم لهي الفكرة بتوقع. وشكرا لكم لنورسات اللي قامت بتغطية هذا النشاط، اللي بالفعل بشعروا حالهم انهم هم جزء من المجتمع زيهم زي غيرهم. والطفلة لورين بربريان وهي عضو في الجمعية عبرت عن فخرها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وقالت: الأخوة عادي، تعاملهم مش مخيف، ما في اشي غلط تعاملهم، ما بصير أي مشاكل معهم، الله بيعطيك القوة لما تيجي تتعامل معهم، وكتير منيحنك تتعامل معهم لأنه مش خطية هاي الشغلة. وأنا كتير بحب إيمان ونور لأنها إشي كتير كتير كبير للأخوة وإلي، وكتير حلو أنك تتعامل مع أشياء زي هيك عشان تقوى معرفتك بهاي الأشياء. وفي ختام اللقاء الاحتفالي تشارك الحاضرون بمائدة محبة وعبروا عن سرورهم بهذا اليوم المميز الذي بث الفرح والبهجة في قلوب أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتقطت صور جماعية تذكارية مع سيادة المطران سليم السايغ. أقامت المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في منطقة الشميساني احتفالاً دينياً بمناسبة عيد الصليب المقدس، والذي يحتفل به في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام. وبرعاية السيد فوزي شنودة وعقيلته وحضور عدد من الأباء الكهنة وأباء الرعية الأرثوذكسية، قدمت العديد من الفقرات الروحية من وحي المناسبة، كما قدمت جوقة المدرسة الأرثوذكسية مجموعة من المقطوعات الدينية. في ختام الحفل بارك الأباء الكهنة حبات الرمان ووزعت على الحاضرين، وانطلق الجميع إلى ساحة المدرسة لإشعال النار وتبادل التهاني. بمناسبات زي هيك في داخل المدارس منعزز دور الصليب في نفوس الأطفال، في نفوس الطلاب، وأهمية الصليب، كيف أنه بالصليب ننا الحياة الأبدية، لأنه إن لم نكرز بأن المسيح قد مات مصلوبا فكرازتنا باطلة، ولازم يعرف الطالب ويعرف الأولاد أنه بالصليب نحن نخلص. احنا بندعو الشباب، بندعو كل الطلاب، بندعو كل الأهل، بندعو كل الأبناء أنهم دائما يرسموا إشارة الصليب في كل مكان وفي كل زمان. بصلوات أبانا القديسين تحميكم، بصلوات الصليب الكريم المحيي تشملكم أجمعين. احتفلت الراهبات الكومبونيات بعيد مؤسسهم القديس دانيال الكومبوني في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير بقداس إلهي ترأسه الأب عصام الزعمط راعي الكنيسة، وعاونه عدد من الأباء الكهنة. وقال الأب الزعمط في عظة القداس: إننا في سنة الرحمة التي أعلنها البابا فرانسيس، يعلمنا القديس الكومبوني أن نعمل مع فقراء العالم ومن أجل المشاركة والمحبة في أعمال الرحمة.
ونحن في سنة الرحمة التي أعلنها البابا فرانسيس، يعلمنا هذا القديس أن نعمل بتضامن مع فقراء العالم من أجل المشاركة والمحبة والمساعدة والسخاء في أعمال الرحمة والخير. هذا الالتزام المسيحي بالمسؤولية واجب على الجميع في حمل رسالة الإنجيل المحبة. وعلى مثال القديس دانيال كومبوني، المطلوب منا غيرة، عزيمة، عطاء للآخرين وتطبيق أعمال الرحمة في سنة الرحمة هذه. وفي ختام القداس، قدمت الأخت وجدان مكرم من راهبات القديس الكومبوني كلمة شكرت بها جميع الذين حضروا وشاركوا بعيد مؤسسهم. لابد من كلمة شكر بسيطة للذين ساهموا في إنجاح هذا القداس والذين لبوا الدعوة بحضورهم ومشاركتهم، ولكن أود أن أوجه شكر خاص مليء بالمحبة والاحترام والتقدير إلى كاهن الرعية الأب عصام الزعمط، الذي أدى اهتمام كبير بتبني القداس الاحتفالي الخاص بعيد القديس دانيال كومبوني. اختتمت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في الصوفية على ملعب النادي الأرثوذكسي في منطقة عبدون بطولة وحدة المجموعات الكشفية لكرة القدم، والتي جمعت أفراد كشافات من مختلف الكنائس الرسولية في المملكة. وضمت البطولة التي جاءت تحت عنوان الوحدة 12 فريقاً، وتهدف إلى تعزيز الوحدة وفتح المجال للتعارف بين أفراد الكشافات المختلفة. وفي كلمة للأيكونومس، الدكتور إبراهيم دبور هنأ فيها الفائزين متمنياً أن تستمر مثل هذه اللقاءات التي تملأها المحبة. لأجل خدمة المسيح، وإحنا الجسد الواحد ودم المسيح بيصرف فينا كلياتنا، وبالتالي إحنا منحب تكون هاي اللقاءات تكون شهادة مسيحية في هذا البلد. نطلب من ربنا إنه يديم علينا نعمة الأمان والأمن، ويديم علينا الخير والبركة، وتضل هاي العلاقات تزداد أكثر فأكثر، وتكون قاعدة شعبية كنسية مسيحية لكل الكنائس. وفي ختام البطولة، سلمت الميداليات والكؤوس إلى الفائزين، وأخذت الصور التذكارية مع الراعين والداعمين للبطولة. بالبداية بنشكر مجموعة كشافات مرشدات الروم الصوفية على التنظيم الرائع، نشكرهم على هذه البطولة، بطولة الوحدة اللي وحدت بين المجموعات، سواء كانت روم ولا كاثوليك ولا سريان ولا لاتين، كنا أخوة مع بعض. وبنشكر قناة النورسات على التغطية الرائعة للحدث كامل على مدار الأسبوعين اللي مرقوا. يعطيهم العافية شباب المصدار، أبدعوا ورفعنا اسم مجموعتنا بالعالي وأخذنا مركز أول في البطولة، وشكرا ويعطيكم العافية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المطران إلي حداد يفتتح المقر الدائم للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب. ختام بطولة الوحدة لكرة القدم التي نظمتها شبيبة القديس بطرس للروم الأرثوذكس. المدرسة الوطنية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب حسب التقويم الشرقي. كشافات الروم الأرثوذكس تلتقي في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.